إيش يصير لو إنك في آخر الليل وقعت في مشكلة؟ كلمت صاحبك وطلبت مساعدته، يا ترى صاحبك قد الفزعة؟ شوف شو صار مع الشباب. صاحبك قم على البيت. ألو فارس. ألو بدور. ألو حمودة. وينك أنت؟ ما في شيء لا تحاتي، بس المشكلة هاي ما تنحل إلا بالبيزات، محتاج مساعدتك. ما فيني شيء من الحلال، تعال انا بشرح لك كل شيء. هذا المكان شو هذا؟ شو انت ليش داخينك؟ عطني 10 دقائق 12 دقيقه بكون عندك. خلاص ان شاء الله. يا ام right next to your car. تمشي سيده و warehouse number 10. فارس تعال. تعال والله لك كفو. يلا الصبر وين؟ بالفلوس. تعال وين الفلوس؟ الفلوس في السيارة. عطنا الفلوس. خلاتي بينك فلوس. خلاص خي ولو فلوس في السيارة. قول لهم انتهى مصاب. اسكت اخوك. انت احسن اخ في الدنيا. مبروك. مبروك. عيش الكود حبيبي.